لم تمنع ظروف الحرب التي عاشتها وتعيشها تعز سميرة العزعزي من القيام بواجباتها تجاه النساء هنا في ريف المحافظة، حيث الكثافة السكانية الأكبر والأشد احتياجا. معامل للنساء القديمات هنا اللي هي يعرفين الحرفة فقط. فرائدة العمل النسوي هنا تبذل جهودا مضاعفة للقيام بأنشطة تأهيلية في مناطق متفرقة من الريف، حيث لا تجد المرأة الكثير ممن يناصرها ويأخذ بحقوقها ويقدم لها الدعم اللازم لمواجهة أعباء الحياة إلى جانب الرجل، خصوصا في هذه الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وتوقف مصادر دخل الكثير من الأسر. طبعا نقوم بتدريب النساء المعنفات والنازحات في مجال الخياطة، في مجال الكوافير، في الحرف اليدوية. دورات تدريبية تستهدف النساء النازحات ومن فقدن عائلهن، بالإضافة إلى ذوي الدخل المحدود، إذ تنتهي إلى تمكينهن من إيجاد مصدر دخل لأسرهن عبر تقديم متطلبات ذلك مجانا، للبدء بتطبيق ما تعلمنه من مهارات خلال الدورات التدريبية. اتجهت إلى اتحاد نساء اليمن، المساحة الآمنة للنساء والفتيات هنا في التربة، لقسم الكوافير، لكي أحصل على يعني عمل أو شيء يساعدني بحياتي، كي أعول بنفسي وجاهلي ما كنتش عال على الآخرين. هنا الحمد لله تسجلت وتوفقت لعشر أيام من لما جيت، وأنا الحمد لله كل يوم أستفيد خبرات جديدة. الحمد لله يعني بدينا بالأساسيات اللي هي قصة الأوراق، وبعد ما بعد تطبيق قمنا بتطبيق الأرواب والمنجابي وأرواب الصلاة وفساتين الأطفال والأخضرين والعطور، وهنا روائح معطرة للجسم، وندخل في هذه الأشغال اليدوية، العصب، الزي الذي يلبسنه للنساء في الأفراح والمناسبات، ومنها أشكال متنوعة، وندخل وهذا مجموعة من الإكسسوارات تم صناعتها من قبل الفتيات. العشرات من النساء هنا أصبحن اليوم يمتلكن مصادر دخل خاصة بهن، ولم يعدن بحاجة لانتظار أو ملاحقة ما توزعه المنظمات الإغاثية، ولا حتى في انتظار الدعم الحكومي. فواز الحمادي، قناة بلقيس، تعز.